بعض الناس هدانا الله وإياه ماذا يصنع في مدخل المنزل أو على السيارة أو على هذا الدراجة البسبس تسموها وكذا، ماذا يضع على هذه الأشياء؟ Selve eksersisen om nogle bedre om varen Allah subhanahu wa ta'ala har lige tænkt sig det, det er man mener sig at raha om for at fare en sin juzi, man mener sig at raha om rent pusbusre, man mener sig at raha om lidt plads i det kun om varen, så nu en raha at han om rent en raha at han om rent en raha er at bitte kan ringe varen. Jeg var ras thawr, ras thawr, ja ras hayvan, ras asad, ras alhud, nej. Så nu man mener sig sådan en luham bib sådan, så nu man mener sig luham bib amreni, amreni raya bi amreni sådan bare. Og jeg var en. Så nu man mener sig kohi maso bare. Og jeg var kaf. Når man mener sig tana bare. Og jeg var nagel gamle. Når man mener sig i kappa sådan fejler bare. Og jeg var kirak sauda gamle. Når man mener sig. Kumash. قطعة قماش سوداء قديمة. نعم ميزك لامبا ماينتي زي الفايلة بارن. أو يضع أشياء من البحر. نعم ميزك رابع عاتل يكين بارن وميزك لزان. أو يضع أشياء من الحيوانات. نعم ميزك راها بكمني بيب بارن. أو يكتب بعض الكتابات. نعم نورة شوي رو سساتاسن أم سورة شوي بارن. أو يضع بعض الأشجار. نعم ميزك راها مارشان كافا بار. لماذا تضع هذه الأشياء؟ إنه بار ما تونغا أنشك ما ميتش كاترين زابا زابا. قال حتى تدفع العين. زيش كتا بار كوي ميتشي شوي وفار أمني فور كم بار نام جسك في. حتى هذه السيارة لا يحصل لها حادث مروري. سنوي زيش كتا وي بار يو توبيلو بار تيشين تيشك شتا زيها أزواج بار. إذا تعتقد أن هذه تنفع فهذا شرك أكبر. راهو سمارا إيه زن بيتشيش فرعيا بيعنا بيتا بيتا زميرا تنسانيا بيعبريزا كوي عفت ميارونا نما أفيتا رحمنا زن يبارا ني فمتمارنا تبا الله سبحانه وتعالى لبينا شرك الأكبر. وإذا تعتقد أنها سببا لدفع العين فهذا شرك أصغر. فراهو تقوي إيه زن بيتشيش فرعيا رعيا بيعنا تنسان تورين زن كوي أنتم بعاتون غا يزن فار أم زين لوزر زين زين ما تنوي شرك الأصغر زنوي فمتمارا تقوص بنطال زي ما تين كمان. كثير أرى أنا من الأولاد يضع هنا التميمة زنوي ما روزي زي نراهيتك ما كاس كاس كم روز زكي روزا ما ميتك زنوي رابكي أتوني أتوني atau yang difusion zan zanui misi misalaham fun fun rahmai di zanui yece juri syar zanui yaram di zan. Mana yang hafal anak-anak? Ia yang baru di yaram liu. Ah, ada istimewa? Zanui ini rapat jawab kaki saya pecah sih kan fusion ini yang baru. An-Nabi sallam kan ladeh awalad, kan yadu alaihim tamaim. Zanui Rasul sallallahu alaihi wasallam baru nana zan kaki kiri. Mungkin yang baru Rasul sallallahu alaihi wasallam nama jaga ini rapat jawab kiri ini am difusion nana nama. كل هذا التمائم من الشرك. سنوي إيرين رفع جابك زي بيتا بيتا كي أم نفوس نكيز نامرين تانا نكيز ليه بارنا دي أنيشن شرك بارنا فا كبارنا أن تبقى سبحانه وتعالى. الذي يحفظ لنا الأولاد هو الله سبحانه وتعالى. سنوي تنا ما نبارن فا إزاي ميارو إيريو ميارا تشكا إيريو إزاي ميارو ميارا تشكا بارنا دي تبقى الله سبحانه وتعالى إزريان ما فا كميارو مزارا تشكا. وبعض الناس يقول لا فيها قرآن. سنوي ساسا مربيجن ريسك في أبعاد الريون بسي قرآن. كيف فيها قرآن ويدخل الولد بها إلى الحمام؟ هل يجوز؟ كارتول بارن هو ينتين هو مش قرآن لا الريون فا يواجه عندي هناتني عندي هناتني دوشان مو في عزوتون بارن زي القرآن اللي سنات دوشان. هل أنزل الله سبحانه وتعالى علينا القرآن حتى نعلق وندخل به الحمام؟ Mungkin najusu, najusu pemalas perantauan di Quran sekitar zira pejabat. Sebab bagus kita mencanat ni, mencanat ni dus na bersembar. Labud an nunkir hadil asya. Jadi jika jadi tu kuni analaps, na anjara, na analapsa anrin rahyat biabi zain tansan teorin melalui frapa pejabat kui zaini ciri jika kui ufiar tu kuni analapsa nurali. Nah.